تجهيز أنبوب الحقن الوريدي وتوصيله. يوضح هذا الفيديو كيفية تجهيز أنبوب الحقن الوريدي وتوصيله بالقسطرة المركزية. يرجى اتباع الخطوات التالية: نظف المكان الذي ستعمل به، نظف يديك، اغسل يديك جيداً بالماء والصابون في حالة اتساخهما بشكل واضح، أو يمكنك أن تكتفي باستعمال معقم اليدين إذا كانتا نظيفتين. اجمع الأدوات التالية: أنبوبة ومضخة، وحقنة 19 ملي من المحلول الملحي العادي، ومساحتين مبللتين من الكحول، وممسحتين من الشاش المعقم. اخرج عبوة الحقن الوريدي من الثلاجة حسب التعليمات. نظف يديك. احقن الأنبوب في عبوة الحقن الوريدي. ضع الأنبوب في المضخة. واضبط وضع الأنبوب في المضخة. نظف يديك مرة أخرى. فك غطاء حقنة المحلول الملحي العادي. لا تلمس الجزء العلوي. سوف تكون هناك فقاعة هواء داخل الحقنة. للتخلص من فقاعة الهواء اضغط قليلاً. أعد وضع الغطاء. افتح عبوة الشاش واترك ضمادات الشاش بداخلها. افتح الماسحة المبللة بالكحول وضعه على ضمادة الشاش، ولا تلمس إلا زاوية واحدة من الماسحة المبللة بالكحول. امسح المحور لمدة 15 ثانية دائماً في كل مرة توصل أي شيء بالقسطرة. ركب حقنة المحلول الملحي العادي في القسطرة. افتح القسطرة. اغسل باستخدام حركة توقف والبدء. افصل الحقنة. امسح المحور عن طريق فركه بحركة مماثلة لحركة ممسحة الزجاج الأمامي لمدة 15 ثانية. انزع رأس الأنبوب. احرص على عدم ملامسة طرف الأنبوب. اوصل الأنبوب بغطاء القسطرة. احقن الدواء الذي يؤخذ عن طريق الحقن الوريدي حسب الإرشادات.